جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: إذا وضعت المرأة العباءة على رأسها وهي في الصلاة، هل هذا غير جائز؟ لأنه كلما شاهدوا هذه المرأة وقد وضعت عباءتها على رأسها وهي في الصلاة يقولون لها ضعيها على الكتفين، وما الحكمة في ذلك؟ المطلوب من المرأة أن تستر جميع جسمها في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال غير محارم لها فإنها أيضا تستر وجهها بأي ساتر من عباءة أو ثوب ضاف يستر جميع بدنها، ولبسها العباءة يكون على رغبتها على أي صفة تريد أنها تلبس العباءة على رأسها أو على كتفيها بحيث لا يشق عليها ذلك في صلاتها.